لا تعرفوا كيف بتوقفوا الإعلانات عن البرامج والألعاب من غير فصل النت؟ تابعوا الفيديو للآخر. السلام عليكم، معكم المهندس أنس. بأول فيديو شرحت عن طريقة إيقاف الإعلانات عن البرامج والألعاب، ولكن الطريقة كانت عبارة عن فصل النت عن التطبيقات. اليوم حشرح طريقة إيقاف الإعلانات عن التطبيقات من غير فصل النت، يعني راح نوقف الإعلانات مع استمرار استخدام البرامج والتطبيقات أونلاين. وطبعا هاي الطريقة بتنفع للأندرويد والآيفون بنفس الخطوات تماما. بالأول حندخل على بلاي ستور أو متجر التطبيقات، نلبحث، راح نحمل برنامج اسمه بلوكادا. طبعا أنا محمل البرنامج اختصارا للوقت. حنطلع من البلاي ستور، وقبل تشغيل البرنامج حندخل على أحد الألعاب اللي بيظهر فيها إعلانات كتيرة. نشوف الفرق بين قبل تشغيل برنامج بلوكادا وبعد. مثلا أنا راح أختار هاي اللعبة. حنلاحظ الإعلانات ظهرت عنا فوق. كمان رجعت الإعلانات ظهرت قبل ما نبلش اللعبة، ظهرت عنا على اليسار. حنخسر أول ليفل، حيقوم يطلع لنا إعلان. طيب حنطلع من اللعبة أو التطبيق اللي فاتحينه، راح نروح على برنامج بلوكادا. كل اللي علينا نسويه هنضغط هون في النص تيعمل اكتيفيت. ممكن انت اذا اول مرة بتستخدم البرنامج يطلب منك الصلاحية او السماح بانه استخدام البرنامج، حتعطيه بس اوكي. هنطلع منه، هنرجع ندخل على نفس اللعبة. هنلاحظ الإعلان اللي كان من جهة اليمين اختفى. هنقوله ستارت، نجرب ليفل. طبعا بدأ الليفل على طول من دون ما يفتح أي إعلان. هنجرب نعيد مرة. ومثل ما انتو شايفين الإعلانات اختفت، وهيك بتكون الطريقة نجحت معنا. طبعا جربت الطريقة على هالألعاب أيضا اللي سألني عنها أحد المتابعين، وفعلا ما ظهر أي إعلان طول ما أنا مفعل برنامج بلوكادا. وفي نقطة مهمة، إذا ما كنتم محتاجين البرنامج يفضل أنه يبقى deactivated أو غير فعال، لأنه ممكن يقلل سرعة النت وخاصة عند التحميل أو تصفح الفيديوهات. وهيك بيكون خلص الفيديو لليوم، إن شاء الله يكون عجبكم، ولا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتشوفوا الفيديوهات السابقة. السلام عليكم.